يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم بوصفه جميله معي لليوم. اليوم رح نعمل مع بعض ان شاء الله حلا ام علي. طبعا حلا كتير معروف من الحلويات الشعبيه واللذيذ كتير. حاعملها اليوم ان شاء الله بالبيفيستري. خليكم معي نشوف تفاصيل الوصفه وطريقه العمل. اول شيء هون عم بسخن بالحليب. طبعا الحليب لازم يكون تقيل. انا استخدمت اليوم حليب هاف ان هاف، نص كريمة ونص حليب، هذا البراند. طبعا تقدروا تستخدموا الحليب السائل العادي، بتقدروا تستخدموا. وطبعا ضفت معه كمان تقريبا 3 كوب من الكريمة. هلا بتقدروا تستخدموا الحليب السائل العادي وتضيفوا له علبة قشطة او كريمة. في حال مش موجود عندك بتقدر تضيفي حليب بودرة. على كل كاسة مي معلقتين كبار من الحليب البودرة. ضفت هون تقريبا 3 كوب من السكر وضفت معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة. رح أضلني أخلطهم على نار هادية لحتى يغلى عندي الحليب تماما. طبعا عندي هون أنا البيف بيستري حطيتها بالفرن، حمصتها كتير منيح. أنا بدي إياها تستوي كتير كويس لحتى تشرب كمية الحليب. كسرتها بهالشكل وحطيتها بالصحون. عندي هون المكسرات حسب الرغبة. عندي هون اللوز المجروش والجوز والفستق الحلبي وكمان جوز الهند والزبيب. راح أوزع المكسرات على الصحون. طبعا أنا ضفت كمية من البيف بيستري بالصحون. المكسرات ذوق شخصي، بتقدر تحطي المكسرات اللي انت بتحبيها. هلأ وزعت كمية المكسرات، بحب اضيف لها رشة بسيطة من القرفة وهذا الشي بحسب الرغبة. رح ارجع اضيف كمية من البيف بيستري. طبعا في حال ما عندك بيف بيستري بتقدر تستخدموا الكروسان، بس يفضل انكم تحمصوه شوي لحتى يشرب كمية الحليب كتير كويس وكمان ما يكون معجن كتير. فرح اوزع كمية البيف بيستري على باقي الصحون بهالشكل. بدي احكي بالنسبة للحليب، انا هلأ وزعت كمية البيف بيستري الباقي وكمان المكسرات. هلأ الحليب لازم يكون كتير سخن. الحليب زكاوته انه يكون شوية تقيل، يعني انك تضيفي له علبة قشطة، تضيفي كريمة للحليب، او يكون الحليب كامل الدسم فبيطلع معك اطيب. راح اوزع كمية الحليب على المكسرات والبيف بيستري بهالشكل. الحلاوة كمان السكر بتقدري تضيفي حسب الرغبة. رح أوزع الحليب بهالشكل ورح أرجع لما أشوفه شوي نشف رح أرجع أحط عليهم كمان الحليب كمية تانية. هلأ رح أستخدم اليوم الكريمة هاي. طبعا بتقدر تضيفي الكريم شانتيه تخفقيه بالخفاء، بتقدر تضيفي تستخدمي الكريمة السائلة تخفقيها بالخفاء لتصير معاك كريمة. انا اليوم عندي هذا الكول ويب بالجاهز، راح اضيف كميه على الوجه. في حال استخدمتي الكريم شانتيه اللي هو الكريمه البودره، مسحوق الكريمه البودره، بيكون كتير حلو، فحتخففي من كميه من نسبه الحليب من نسبه السكر وقت تحطيه على الحليب. هلا حطيتهم انا بالصينيه الخبز وراح اشغلهم على الشوايه من فوق مش من تحت، بس لياخذوا لون تحميره من فوق، تحميرة بسيطة. طبعا حديروا بالكم انه بسرعة بياخد وقت. بعد ما طلعت عندي من الفرن بهالطريقة زينتهم بالفستق الحلبي المجروش وبالمكسرات، وهيك عندي الطبق خلص. بتمنى وصفتنا اليوم تعجبكم ويعطيكم الف عافية.